برضي حتى الآن غير صحيح أن الأهلي تراجع عن موقفه في ملف محمد عدلان، وما قيل لا أساس له من الصحة. موقف الأهلي الرسمي من محمد عدلان أقوله لكم هو التمسك بموقف النادي الأهلي في أحقيته في ضم اللاعب وفقا للاستغناء اللي حصل عليه من نادي طلائع الجيش بشكل رسمي والأهلي. إيه القصة؟ الأهلي حصل على الاستغناء بعد تأكيد اللاعب ووالده بموافقة اللاعب انه يلعب للنادي الأهلي، وكلام أبوه لمسؤولين النادي الأهلي انه بيرحب بالانتقال للأهلي هو وولده، وبناء عليه تم التفاوض مع طلائع الجيش. النادي الأهلي بقى بيقولوا هناك ان النادي الأهلي غير معني بأسباب ودوافع تغيير اللاعب لموقفه عن طريق إغراءات مالية أو أمور أخرى. طيب اتحاد اليد قال إيه؟ ما هو ده فعلا أنت جيت أنت وأبوك اتفاوضت مع النادي الأهلي وقلت أنا عايز ألعب في الأهلي، واتفقت الأهلي فاوض طلائع الجيش وخلص معاه، قعد راح مديلك قرشين زيادة، رحت قلت لا أنا انتباهي مش عارف فين، ولا الكلام ده في عالم الاحتراف ليه لازمة، ولا الاهلي معني بالكلام ده. طب اتحاد اليد موقفه ايه؟ اتحاد اليد على مسؤوليتي اقر بصحه اجراءات النادي الاهلي في الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب. اتحاد اليد قال لك انا عندي ورق سليم والاستغناء سليم، والاهلي معاه لغايه شهر 12 اللي جاي عشان يسجل اللاعب، عنده فتره طويله جدا يعني عنده 6 شهور. الزمالك موقفه ايه بقى؟ اصلي ادوني العقد عشان انا زملكاوي، سيبك من الاوامر دي. الزمالك لا يستطيع تقديم عقد اللاعب للاتحاد المصري لكرة اليد، لان الاجراءات بتاعت اللاعب مع الاهلي سليمة، ولو الزمالك عمل كده هيعرض اللاعب ونادي الزمالك لعقوبات كبيرة. خد مني وركز شوية، لأنه توقيع بدون موافقة اللي هو النادي بتاع طلائع الجيش بتاعه الذي كان يملكه ويمتلك بضغطه اللي هو طلائع الجيش، مين اللي معاه؟ ده الأهلي بس. لو الزمالك طلع كلمة ولا عرف ولا عقد هو واللاعب، الموضوع هيبقى في الدمار، عقوبات على طول على اللاعب عدلان وعلى الزمالك. طب ايه الموضوع؟ خبايا ايه القصه في الاهلي؟ في الاهلي مش في اللاعب نفسه، ومفيش تمسك بلاعب مش عايز الاهلي نهائي، دي الخلاصه بس. يعني انت مش عايز الاهلي، الاهلي مش عايزك، ولا تجرؤ انك انت تقول مش عايز الاهلي ان الاهلي هيرفضك على طول. ولكن في نفس الوقت زي ما قالوا لي في الاهلي، ليس ذلك ان الاهلي يقبل ان حد يتلاعب بيه او يزايد عليه او يتاجر بيه. تيجي تمضي وتقول لي انا في الاهلي وتروح تسامم، ده اسمه ابتزاز وليس مساومه، عشان تاخد لك قرشين زياده. يعني اي منطق يقول ده؟ موضوع عدلان ده من وجهة نظري موضوع غير أخلاقي. وعملية الضغوط وضغوط الزمالك وتسجيل فيديو مع اللاعب، حصل الأهلي على الاستغناء الخاص بيه، ولو الزمالك عايز اللاعب يتفاوض مع الأهلي اللي يملك استغناء اللاعب، كله ده في الهجايص، كله ده في الهجايص. موضوع لا أخلاقي وغير محترم، وأنأى بمجلس الكابتن حسين لبيب أن ينزلق في هذا الأمر، لأنه بصراحة مهين وغير محترم. وفي عصر الاحتراف مفيش هذا الكلام، لا من قريب ولا من بعيد.